أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة جاءت من قوم يقولون: نحن هنا في إحدى مساجد المساجد بجنوب فرنسا، والإخوة عندهم بعض الأسئلة يرجون عرضها عليكم. من أسئلتهم ما يقولون: هل يجوز بيع الأصنام للكفار؟ لا، لا يجوز للمسلم أن يبيع الأصنام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام والخمر والميتة، نهى عن بيع الأصنام وهي الصور، الأصنام هي الصور. نعم.